مصاب جلال ألم بكل من عائلتي طياري وعبد القاطنتين بحي رندانية ببلدية دويرة. سد خطير ابتلع 3 من أبنائهم، وقد تم تشييع جنازتهم في جو مهيب ظهر اليوم. وكان مشهد النظرة الأخيرة عليهم أبكى الصغير قبل الكبير. ياسين طياري البالغ من العمر 15 سنة رفقة ابن عمه ياسر في 14 من العمر، وشمس الدين عبدي 9 سنوات رفقة شقيقه أيمن البالغ من العمر 14 سنة، وصديقين آخرين لهم خرجوا في نزهة كعادتهم في حدود الساعة 10 صباحا يوم أمس الجمعة باتجاه السد الذي تعود السكان كبيرا وصغيرا قضاء أوقات فراغهم فيه باعتباره الفضاء الوحيد للترفيه عن النفس. لكن هذه المرة جاء الخبر فجعا، حيث تلقت عائلات الأطفال الخبر من هنا وهناك، لكنها لم تصدق ماذا حدث. أيمن شقيق شمس الدين الناجي من هذا الحادث ويعتقد أنه لم يستطع إنقاذ شقيقه بين يديه يروي لنا تفاصيل الحادث. نروحوا ثم البراج كي ما نلقاوش مين نروحوا، وكي رحنا حنايا ثم كنا حلبوا بالو كنا حنطيو للذراري ثم، وكي رحنا حنايا ما لقيناهمش. الطفل قال لي دقيقه نعوم، كنا سته، ثلاثه المرحومين وثلاثه واحد اخرين انا وزوج واحد اخرين. كي رحنا باش نعطيو للذراري باش نلعبوا بالو حنا كي هبطنا اليوم ما لقيناهمش. قال لي هذاك الكبير المرحوم فيهم ياسين، قال لي دقيقه نعوم شويه ونخرج. هذاك ياسين كي كان يعوم غرق، هو غرق وخويا قال لي شو خرج ليا برك، هو غرق كان حاب يجبدو هكا كي شافو يغرق زلق طاح معاه. وهذاك ياسر اللي بيناتهم قال لي لا انا سلككم ولا نموت معاكم، راه باش نسلككم ما تبعهم طاح معاهم. وانا ثاني كي رحت نسلككم ما قدرتش. بعد كي خرجنا انا الرجال ثم كانوا الرجال يصيدوا، ملي حلوتهم واحد ما حاب يدخل، قريب استلم رجليهم واحد ما حاب يدخل، ايه واحد ما حاب يدخل. وانا دوك انا كي بديت نعيط لي نحل فيه نقول له اعطيني تليفون، يقول لي ما عنديش ليزينيتي باش نعيط لي بومبي ولا. وكي جاو لي بومبي باش يجوا تاع الماء جاو تاع النار، كل النار جعلت على زوج شويه واحد اخرين باش جاو تاع الماء. الحديث المأساوي ترك حزنا لا مثيل له وسط عائلة الضحايا، غير أنهم أبدوا إيمانهم الكبير بقضاء الله وقدره. وداروا لنا كارثة هنايا، حنا عندنا دراري بزاف، عندنا 18000 نسمة ما نعصو حتى نقدرش نعصو، هما ما داروا لنا حراسة، ما داروا لنا أي حاجة اللي تعس عليها على ولادنا، اليوم ولادي وغاد ولاد جاري ولاد خاوتي ونروحوا كاع 18. وليدي راح ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يعطيني الصبر، هذا ما كان يطلب غير ربي يعطيني الصبر. حاجة واحدة أخرى ما عندي ما نقول، نقول لهم كلكم ربي اللي درتو حطيتو عنا عندي. ما تحسها إلا الأم، ما كاينش اللي يقدر يحسها صدمة، ما كاينش اللي يقدر يحسها. قول لها ربي يرحمهم، قول للناس وليدي هذا في عمره 9 سنين المرحوم الله يرحمه، ولو صحابه شوية كبار يلعبوا دائما، يلعبوا في الحومة هنا يلعبوا بالون كل واحد وش يلعب، نفحت لهم يروحوا للبراج. مالوروزمون في البراج هذاك بولادي 18 واحد ماتوا، واحد ما زغد، واحد ما دار والو. وليدي هو الاخر صغير ملايكه 19 عنده 9 سنين في عمره توفى. ربي وليدي مداه لي كيما عطاه لي ما شاورنيش، وكيما داه ما شاورنيش، ان شاء الله راه في الجنه هو وخابته. واش نطلب؟ نطلب السلطات ان شاء الله يديروا حل البراج هذا. حتى سكان الحي واقرانهم يشهدون بنبل اخلاق الضحايا وظرفوا دموعا لفقدانهم. نداء الاولياء الذين فقدوا فلذات اكبادهم وسكان حي الرمضانية إلى السلطات المعنية ليس بالمستحيل، هو تسييج هذا السد الذي ابتلع إلى اليوم 21 شخصا، ناهيك عن عشرات الضحايا الذين تم إنقاذهم.